صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومظلوميتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين المشاهدين الكرام نلتقي بكم في برنامج يتناول المشكلات الاجتماعية ومحاولة حلها بأسلوب علمي ديني نقدم هذا البرنامج من قناه المهدي الفضائيه مباشره لكم لكي يجعله الله سبحانه وتعالى مثوبه لنا ولكم وفائده للجميع طبعا من اكثر الامور التي تشغل بال الحكماء والعقلاء من البشر هو كيف نربي اولادنا هذا الامر اخذ ماخذا كبيرا من وقت المفكرين ومن وقت المربين ليضعوا لنا خططا واساليب تساعد الانسان على تربيه اولاده وسبب ذلك انهم وجدوا بل نظروا الى ان الكثير من اناس الذين يتمتعون بالتفوق والمكانه العلميه او الاجتماعيه او السمعه الطيبه قد يظهر لهم من ابنائهم من يشوه هذه السمعه ومن قد يرد ردا عكسيا على ابيه وعائلته ومن يرتبط به من اوليائه الحقيقه هناك سبب رئيسي لمثل هذا الفشل، نحن نعبر عنه بالفشل لأنه في الواقع فشل، فشل لولي الأمر من تربية وتوجيه أبنائه نحو الطريق الصحيح. سبب هذا الفشل هو هناك خلط بين المفاهيم، مفهوم التربية ومفهوم الاهتمام. فلو ميز الإنسان العاقل الحكيم المهتم بقضايا اولاده وبقضايا عائلته ان هناك فارقا كبيرا بين التربيه وبين الاهتمام والرعايه لاستطاع ان يضع نقاطا جوهريه في تربيه اولاده طبعا نستطيع ان نذكر بعض الفوارق بين التربيه والاهتمام التربيه هي توجيه الاولاد نحو الطريق السوي وتعليمهم كيف يكونون ناجحين في حياتهم. اما الاهتمام او الرعايه فهو توفير مستلزمات حياه هؤلاء الاولاد. من ماكل، مشرب، ملبس، رعايه صحيه، توفير بعض اللوازم الرفاهيه لهم. الخلط بين المفهومين هو الذي سبب فشل الاباء في رعاية الأولاد. كثيرا ما نجد أنه في إذا حدث مثلا خلاف بين الأفكار بين الأبن وأبيه نجد أن الأب يعبر عنه بهذه اللهجة. لقد ربيتك، لقد أطعمتك، لقد كسيتك، لقد وفرت لك كل ما تحتاج إليه وأنت الآن فاشل في حياتك ترد علي مردودا سلبيا. كلمة الأب بهذه الطريقة تؤكد ودليل واضح على أن الأب يرى أن الاهتمام هو التربية، مع أن التربية شيء والاهتمام شيء آخر. أبسط ممكن نقول أبسط نقطة للتمييز بين الأمرين أن التربية من مختصات الأب من مختصات ولي الأمر هو الذي يربي أولاده أما الاهتمام والرعاية بإمكان أي شخص يولي الاهتمام والرعاية للأبناء مثلا لو كان الأب من ذوي الدخل الميسوري الحال يستطيع أن يأتي بمدبرة منزل توفر للأولاد المأكل والمشرب والملبس والنظافة والتزامات الحياة لكن هذه مدبرة المنزل أو هذه بالعرف العام اللي يعبر عنها بالخادمة البيت لا تستطيع أن تعطي للأولاد تربية أبدا التربية من مختصات الأب من مختصات ولي الأمر أما الاهتمام فممكن لأي أحد أن يقوم بهذه المهمة نستطيع أن نذكر مثلا فارقا آخر وهو أن التربية هي تغذية التربية هي تغذية الابن تغذية روحية بالافكار التي تساعده على السير نحو الاتجاه الصحيح تغذيته روحيا بالافكار التي تنمي شخصيته وتسير به نحو التكامل اما الرعاية والاهتمام فهي تغذية جسدية تغذية جسدية ممكن الجسد ان يتغذى باشياء جيدة ونافعة وممكن ان ان يتناول اشياء ضاره وسامه. نستطيع ان نذكر فرقا اخر وهو جوهري ومهم جدا، لابد للاب ان يركز عليه، ان يهتم بهذا الفرق وهو: يا ايها الاب التربيه مردودها ليس للولد فحسب وإنما التربية مردودها لك أيضا. أما الرعاية فالمستفيد منها فقط هو الابن. أنت عندما ترعى ولدك وتوفر له مستلزمات حياته هو الذي يستفيد من ذلك. أما لو ربيته فأنت أول المستفيدين من هذه التربية. يقول مولانا الإمام أبو عبد الله. الصادق عليه وعلى ابائه السلام. لا يتبع الرجل بعد موته الا ثلاث خصال. يريد ان يوضح بانه الانسان تربيته لاولاده ستنعكس عليه انعكاسا ايجابيا. يقول لا يتبع الرجل بعد موته الا ثلاث خصال. صدقة اجراها الله في حياته فهي تجري له بعد موته وسنة هدى سنها فهي يعمل بها بعد وفاته وولد صالح يدعو له لو ربيت ايها الاب الكلام الان يتوجه الى الاب لو ربيت ولدك تربية صالحة فانك اذا انقطعت من هذه الحياه لن ينقطع عنك الفيض الالهي بالبركه والرحمه والمغفره وتراكب وتراكم الحسنات التي قد تغير حالك من حال الى حال وانت في ذلك العالم المجهول اذا قضيه نجاحك في تربيه اولادك مردودها لك ونستطيع ان نضرب مثالا هذا المثال خص في التربيه السلوكيه، تعلمون جيدا ايها الاحبه ان تربيه الاولاد احيانا تكون بالكلمه التوجيه الصحيح نحو ما يفيد وما لا يفيد الولد بالكلمه واحيانا يكون بالسلوك وسنتطرق الى ذلك ان شاء الله. في قصه انحراف مثلا انحراف الزبير، الزبير بن العوام لو قرأتم سيرة حياتي لوجدتموه لو في زمن النبي صلى الله عليه واله كان مدافعا عن النبي وكان مدافعا عن اهل البيت وهو من الذين قد وقفوا الى جانب امير المؤمنين في تلك الفتنه وفي ذلك الحدث الذي غُصبت به ولا خلافه امير المؤمنين على الامه ولكن لما ولد له ابنه المشؤوم على تعبير امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ما كان الزبير على خير حتى ولد له ولده المشؤوم عبد الله لما ولد له ابنه عبد الله واساء تربيته زاد من اهتمامه به ولكنه اساء تربيته فتعلق الزبير بعبد الله ايما تعلق عند ذلك فضل ولده على امامه ففشل وكانت عاقبته على سوء لهذا يجب على الاب ان يهتم اهتماما كبيرا جدا في تربيه اولاده لا يعطي مساله الاهتمام بالاولاد مساحه اكبر من مساحه تربيتهم حتى لا يقع فيما وقع فيه غيره من الرجال. طبعا لدينا الكثير من الطرق التي يبينها الائمه صلوات الله وسلامه عليهم في تربيه الاولاد. شيء مهم اريد ان اذكره في هذه في هذه المناسبه يعني اللقاء بالاحبه تكون من المناسبات التي يمكن للإنسان أن يبين فيها ما يجول في خاطره وحقيقة لا نجد لقاء مع الأحبة كما هو اللقاء مع الموالين لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه عن طريق القنوات الصادحة بذكرهم صلوات الله وسلامه عليه ما نريد أن نذكره هو الإنسان وخصوصا العقلاء وهذا الخطاب للعقلاء المهتمين بتربيه اولادهم، اما السفهاء الذين لا يهتمون بتربيه اولادهم، الذين لا يهتمون بما يؤول اليه امر الاولاد او امرهم، فهذا الحديث لا يوجه اليهم. حديثنا مع العقلاء من هذه الامه الذين يهتمون اهتماما كبيرا في تربيه اولادهم. نقول لهم كل عاقل عندما تعرض عليه مشكلة، أي مشكلة، والواقع الخارجي يثبت ذلك، كل عاقل إذا عُرضت عليه مشكلة، أي مشكلة في أي مستوى من مستويات الحياة، في أي ظرف من ظروف هذه الحياة المريرة، يحاول جاهدا، العاقل، أتكلم عن العاقل، يحاول جاهدا أن يستعين بأهل الاختصاص في حل هذه المشكلة. هذا ديدن الحياة هذا تصرف العقلاء اصلا الحياة لا تسير السير الصحيح الا بالاستعانة باهل الاختصاص في حل المعضلات الان الدول نكباتها عندما يتسلط عليها اناس لا يستطيعون ان يسيروا دولتهم بالطريق الصحيح وانما يكونون بمستوى الدكتاتوريه في القرار بمستوى التسلط في القرار لكن العقلاء لا يستعينون باهل الخبره واهل الاختصاص لحل المعضلات لحل المشاكل لتقويم الاعوجاج ان وجد هذا هذه القضيه مع الاسف احيانا نتكلم عنها بحسره وهي الاستعانه بالاختصاص يكون مفرحا للجميع لكن نتناسى امرا مهما نغفل عن أمرا في غاية الأهمية بل هو من الخطورة بمكان الآن عندنا اتصال أبو رؤى من بغداد أهلا وسهلا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله حياك الله عليكم وبياك وعليكم السلام الله يحفظكم الله يحفظك ويسلمك والله اتفاقا احب اشكركم على هذه الاطلاله الاجتماعيه ببركه محمد وال محمد. اللهم صل على الله محمد وال محمد. اسال الله, الله تبارك يفضل. وتعالى من بركه الامامين الحسين والعباس ان توفقون اكثر واكثر. اللهم آه حقيقه إن شاء الله. احب اثير موضوع وياكم ان سمحتم لي. آه انا خادم تفضلوا. الله يحفظكم. كثير من الناس يظلمون. اني آل اعاني من الناس وياي بالعمل. عندي في المنطقه يظلموني وهم اصحاب دين وكل ما اريد اوصل لهم هاي الفكره اقول لها يعني مع الاسف انسان مثلك صائم مصلي تكون مشكوله بنتي من قبلي مشكوله بنتي من قبلي يعني انا شاكك بنتك. شيخنا شنو الطريقه اللي اوصل لهم مظلوميتي بطريقه اقوى؟ هل يجوز لي ادعى عليهم؟ ان شاء الله هسا نحاول توضيح القضيه يعني. الله يوفقكم الله يوفقكم ويسلمكم. أبو رؤى يذكر قضية يقول أنا بعملي أتعرض للظلم من من أصدقائي من يعني زملائي بالعمل أتعرض للظلم وأحيانا أقول لهم أقول لهم مع الأسف إنه أنتم راح أنا أشكل ذمتكم على هذه القضية وانتم ناس صائمون مصلون فشنو الحل في هذه القضية؟ <applause> عادة انا شخصيا يعني اقول ذلك شوفوا اخوان خصوصا المؤمنين من مذهب اهل البيت اخوان اولا الدنيا كلش قصيرة يعني يعني ما تسوى انه واحد يحمل غيظ على اخيه المؤمن وإن كان المؤمن الآخر قد ظلم قد يكون بلا قصد وقد يكون بقصد لكن خلنا نخلي ببالنا هاي الفكرة أنا كمؤمن شيعي إمامي 12 وأنت أيضا مؤمن شيعي إمامي 12 طبعا إحنا مو معصومين نقطة لكن نقطة الربط بيني وبينك شنو اللي يجمعني أنا وياك منو أبرو يا عزيزي اللي يجمعك وياهم أمير المؤمنين سلام الله عليه شوفوا احنا دائما نجي للزياره نزور الامام شو له قبل ما ندخل بالاستئذان؟ نقول له فان لم اكن اهلا لذلك فانت اهل لذلك. فانا ايضا اقل للزميلي اوضح له بطريقه اخويه ان الذي فعلته معي هذا لا يرضيني. هذا لا يرضيني. لكن لانك امامي ولأني إمامي ونرتبط بعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه فقد سامحتك بذلك تعرف معنى شنو أنه يوم القيامة إذا الإنسان يروح ويحاسب وهناك يقول لقد سامحت فلا فلانا حبا بعلي سلام الله عليه يعني تتوقع أنه أمير المؤمنين سلام الله عليه مثلا لا يجازيك بذلك صح الظلم طعمه مر كما يقولون صحيح أحيانا الإنسان يشعر بالهضم في داخله أنه قد ظلم لكن إذا فكر بمآل الأمر أعتقد راح يقدر يسامح ويقدر يتجاوز على من ظلمه قبل قليل قلنا بأن الإنسان إذا أراد أن يربي أولاده إذا فكر بأن تربية أولاده الصحيحة راح تعود بالمآل إليه بعد مماته راح اعتقد اذا هو عاقل اذا هو عاقل راح اعتقد يفكر مئات المرات في كيفيه انشاء ولد صالح يدعو له. الان هذه المشكله اذا فكرت باني اريد من هذه المشكله ان تعود بالمآل والنفع علي علي وللاخرة خير لكم من الاولى. اذا ردتها ترجع بالمآل والنفع علي اشوف الطريقه. أوصل المظلومية إلى صديقي بلا جرح مشاعره، إذا جرحت مشاعره شنو الفرق؟ هو ظلمك وأنت جرحت مشاعره. هو قسى عليك، أنت قسيت عليه شنو الفرق؟ لكن أوصل بهذه الطريقة، طريقة أنه يا أخي ما فعلته باتجاهي لا يرضيني. لا يرضيني. هسه تقول هو يعاند، هو يتمادى، هسه هو يختار طريق، أنت اختار طريق. هو اختار طريقاً في التعامل مع الواجبات في التعامل مع الله سبحانه وتعالى بظلم أخيه المؤمن أنت اختار طريق في التعامل مع الله سبحانه وتعالى بالعفو عن أخيك المؤمن أعتقد إذا تعيش هاي الحالة النفسية وهواي قضايا راح تصير عندك سهلة وبسيطة كلما تفكر كلما فكرت بمردود هذا الأمر عليك في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى أعتقد راح هواي سامح وبعدين هم فد قضية الله سبحانه وتعالى عادل عادل في الدنيا عادل في الاخره لا تتوقع انه في الدنيا لا ياخذ حقك من غيرك من من ظلمك ابدا ياخذ حقك وزياده في الدنيا وياخذ حقك وزياده ايضا في الاخره كل ما هنالك الفرق شنو يا الله عندنا اتصال ابو زهراء من تلعفر السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شلونك شلون صحتك؟ الله يوفقك ويسلمك، شلونك انت؟ الله يخليك الله يعينك شلونهم اهلنا بالاحفر؟ الله بتلع والله والله. الحمد لله كلنا بخير الحمد لله شكر عساكم بالخير ان شاء الله 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 ولي شيخنا انا ايه عندي سؤال اي نعم خدمتك؟ ايه طبعا بالخدمه يا ابي شيخنا الطاري متعودين على اليوتيوب على هاي القنوات مالتهم كرتون وهاي شلون يعني او عن اليوتيوب واخليهم محبه اهل البيت بالعباده شلون يعني حلو سعى. حلو من ضمنها نعم حلو ايه يعني شلون شلون اسوي إن, يعني ان شاء الله انجابك. ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله نجاوبك والله عليك شيخ والديك سلم لنا على اطفالك عليكم السلام يا خليهم هسه قاعدين يمك يباعون وياك حتى يصرفوا وياهم لا هم صغار يعني اي اي إيه ما, ما يخالف ما يخالف ما يخالف هو هم الصغار اللي شو اسمه ما يخالف التعليم في الصغر كالنقش على الحجر ما يخالف خليهم قاعدين سولف انت وياهم وانا سولف وياهم ونشوف خليهم قاعدين يعني من التلفزيون يسمعوك ان شاء إيه الله اي خليهم اي اي من التلفزيون اي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله, شاء الله, إن شاء الله إن حبيبي حبيبي ابو زهره الله يوفقك حبيبي قلبك لا بالخدمه الله يوفقك حلو واحد يهتم باطفاله ابو زهره من الاحفر محدد المشكلة يقول أنا مشكلتي ويا أطفالي شنو بعد سمعتوا أيها المشاهدين مشكلته ويا الموبايل الأنترنت اليوتيوب يباعون هم يباعون على أفلام كرتون باعتبار الطفل يميل إلى القضايا اللهوية هو. شوف أنا أبو زهراء <applause> الطفل ما يلجأ إلى هذه الأمور إلا بعد أن أنتم فتحتوا له باب هسه مرة أنت مشغول ووالدته مشغولة وهو قاعد يعيط يبكي يحاول يلعب يأذي أنتم باعتبار أنتم تفكرون أنه هو قاعد يأذي هو ما قاعد يأذي قاعد يلعب قاعد يعبر عن ما في داخله وبدأتوا تنطونه الموبايل من شاف أشياء مسلية تملي الفراغ اللي عنده خلاص راح يتمسك بها هو ما يلجأ لهذه القضايا، قضايا اليوتيوب ما يلجأ لها الا لانه يحس بفراغ وشنو واهمال من الاخرين، انا شويه هم تحملني. حاول يا ابو زهراوي أطفالك هذا الفراغ انت تسده، لا تخلي اليوتيوب هو يسده. يعني هم الان مثلا اخذوا الموبايل يريدون يباعون على على هذه المقاطع اليوتيوب مال افلام كارتون انت اذا عندك مجال لا أخذهم العب وياهم. من كان عنده صبيا فليتصاب الامام سلام الله عليه امين النبي صلى الله عليه واله كان يتعامل مع الحسن والحسين على انهم عظام عظماء وهم في سن الصغار يعني العمر صغير لكنهم عظماء معصومين لكن كان النبي صلى الله عليه واله يعلمنا بالتعليم السلوكي لا بالتعليم القولي كيف يتعامل الاب مع ابنائه الصغار كان يحبو ويضعهم على ظهره ويلعب معهم انت ايضا هيك اتخذ طريقه هم جايين يملون فراغ عندهم هم ما متقصدين انه يضيعون وقت اصلا هو فراغ فوين يخلونه انتم مشغولين عنهم انت مشغول بالعمل تجي تعبان امهم مشغوله بالبيت بالطبخ بالتنظيف المنزل لا لا خصصوا وقت خصصوا وقت مولانا العزيز لحد يقول أنه يا ترى أنا ما ألحق لأنه عندي عمل لا خصص وقت للأطفال ترى السبع سنين وسيأتي يعني الإمام سلام الله يقسم أعمار الأولاد سبعا بسبع بسر أول سبع سنوات هي السبع سنوات المهمة جدا في حياة الطفل إذا وجد اهتمام من, أول من والده ووالدته صدق راح يترك كل شيء في سبيل أن يحصل على الاهتمام من أبوي صح هم الآن تعودوا يعني بعد صار عندهم تعلق بهذه القضية لا تحاول مباشرة تسحبهم من هذه القضية لا من تشوفهم دخلوا بهذا العالم عالم اليوتيوب ورا خمس دقائق ورا عشر دقائق حاول تجذبهم إليك تعالوا مشونا بابا خلنا نطلع تعالوا مشونا بابا خلنا نسولف لكم سالفة في, في قصة استعين، استعين بكتاب قصصي، قصص حلوة لطيفة واقعد وياهم يحسون أنه أنت القريب منهم. بدل ما هم ينظرون إلى مثلا مسلسلات الكرتون، هي مسلسلات الكرتون شنو؟ مسلسلات الكرتون عبارة عن قصص أحيانا للضحك أحيانا وأغلبها للهو. أنت حاول تستعين بكتاب قصصي إذا هذه وفي كل فترة يعني كل ما تشوفهم يجون يلتهون باليوتيوب تجمعهم حولك تقدم لهم حلويات لان الطفل شو اسمه ميال لهذه القضايا وتذكر له قصه، القصه الاولى قصه اجتماعيه، القصه الثانيه لا دخل روايات وقصص اهل البيت لهم، كيف ان النبي كان يتعامل مع الامام الحسن، كيف ان النبي كان يتعامل مع الامام الحسين، كيف ان النبي صلى الله عليه واله كان يتعامل مع صغار الصحابه، كيف ان فلان كان قويا، كيف ان فلانا كان كريما، وهكذا. المهم اكو طريقه ناجعه في حل هذه المشكله. <applause> انا شخصيا يعني اتكلم عن تجربه شخصيه من البدايه من اول ما صاروا عندنا الاطفال خليت قانون في مساله الموبايل. لانه يعني تعرف هذه قضايا الموبايل خصوصا بعد هاي ازمه كورونا صارت بعد مثل مضطرين الها لانه الدراسه صارت وكذا. انه هذه الاجهزه تؤخذ بوقت وتترك بوقت. ما مسموح ابدا ان هذا الجهاز يكون في متداول الايادي، متناول الايدي بط بوقت مفتوح. ابدا. هسه قد يكون هذا الامر يعني فات محله بالنسبه لك فات محله بالنسبه لك لكن نقول حاول تجذبهم اليك ترى الاولاد الصغار يرون فيك يا ابا زهراء يرون فيك القدوه والمغذي وكما يقول النبي صلى الله عليه واله الاولاد يرون في ابائهم انهم يرزقونهم عبالهم الرزق ترى من الاب مو من غيره حاول قضايا مسابقات يعني انت تجذبهم حا... المهم واجب عليك يا سلمان يمكن حاول قد تكون يقول يعني لا انا ما قدرت لا 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 ترى امر واجب عليك يوم القيامه نحاسب على الاولاد واجب عليك انه تخصص وقت وهذا الوقت خاص بمن خاص بالاولاد ابد لا تنشغل به حتى طلعاتك يعني حاول انه تلغيها انا عندي وقت من الساعه كذا للساعه كذا اقعد وي اولادي واختار الوقت اللي تشوفهم هم ملتجئين لمن؟ للموبايل. شوية شوية قليلا بعد قليل ان شاء الله راح تلقاهم ينسحبون لهاي القضية. أنت تقول أنا شلون أحاول أجذبهم نحو أهل البيت؟ خشون شلون تجذبهم نحو أهل البيت إذا هم الآن ما يعرفون شيء عنهم؟ عن طريق يكون يعرفون. هسا أنت ما تقدر مثلا تقرأ ما عندك وقت تقرأ، أنت اسمع. اسمع مثلا اكتب قصة فلان الفلاني في ال أو قصص عن أهل البيت باليوتيوب أو بالانترنت تطلع لك قصة حفظها واقعد يمهم اقراها إلهم اقراها بالأكل يعني على وجبات الطعام اقراها في وجبات الاستراحة اقراها في استراحة مثل ما يقول في استراحة ما بعد النوم حاول هذا الوقت تكون انت بعد حسب وقتك حسب حياتك انه انت تخصص وقت للأولاد ذيك الساعة راح صدقني شيئا فشيئا راح تجد أن الأولاد يلتجئون إليك أكثر مما يلتجئون إلى غيرك وإن شاء الله الله يوفقك بالإضافة إلى الدعاء خل أمهم تدعي لهم والمهم الأولاد بعد حياة الدنيا حاول تهتم بهم أكثر فأكثر على أي حال الأئمة سلام الله عليهم كنا نتكلم عن لجوء الإنسان الناس العقلاء إلى أهل الاختصاص في حل معضلاتهم نحن خصوصا الشيعة الإمامية الاثنى عشرية لدينا تقصير باتجاه أئمتنا الأئمة سلام الله عليهم لم يتركوا شاردة ولا واردة في قضية من قضايا التي تهم حياة الإنسان في الدنيا وفي آخرته إلا وقد تطرقوا إليها يعني شنو اللي تحتاجه تحتاج تربية أولاد ارجع للأئمة يا اخي مع الاسف انا اتكلم بهذه القضيه بهذه النبره اقول على الاقل وهم اعظم من ذلك على الاقل تعاملوا معهم معامله اهل الاختصاص. اهل الاختصاص الان الاب اذا اراد ان يربي اولاده هسه مثلا الان ابو زهراء من عده معضله وي أو اولاده التجا لهذا البرنامج عسى ولعل يجد فيه حلا. الان عندنا اتصال محمد من واسط الو الو السلام عليكم السلام <applause> عليكم السلام ورحمه الله اهلا اهلا <applause> محمد واسط شلونك شلون صحتك الله يحفظك <applause> <applause> واسط أهلاً سؤالي <أهلاً> <applause> اي تسمعني شيخنا أسمعك سمعك كل اذان صاغيه تفضل شيخنا تسمعني ايه تفضل محمد تفضل إيه شيخنا رحم الله آني ايه انا آه... آه... بيت لوحدي عازل نعم. يعني طالع من اهلي نعم و... واكو عندنا بنيه عمرها 12 سنه بالبيت نعم ووالدي مشتري لها تليفون نعم فانا رحت الوالدة عن طريق الطب قاعد يوم سوالي والدك, هاي والدك يصير والدك يصير جدّها. هذا هذا ما يجوز كان يقول شلون قلت له هذا هيك وهيك اذا انت هذا عملك يضربك الرب العالمين تتحاسب الله يجازيك عليه واذا ما محمد, محمد 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 والدك أه والدك يصير جدها لو ابوها لا جدها لا جدها هي يعني بنتك غير لا لا مو بنت بنت اخويا بنت اخوك المهم ايه <applause> ايه؟ نعم قلت له اذا قلت له اذا هذا العمل يضربك الرب العالمين انت تتجازى عليه واذا ما بي الرب العالمين هم يجازيك الله هو قام يحكي علي وطردني وهسه ايه حتى ما يخلي لا احكي ولا لا 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 ولا 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 لا, لا محمد يا عيني هسه انت الان تل التجأت إلى قناة تمثل قناة دينية، اكو واحد يحاكي والده بهيش اسلوب يعني ماكو هيجي يعني كان من المفروض شيخنا انا ما حكيت حكي اي ما يخالف شلون يعني حكي طايح ولا عايط ولا عبد قاعدين يعني مو قصه مو قصه النبره الصو... نبره الصوت عاليه بس كان من المفروض باسلوب اخر يعني باسلوب ال... المزاح باسلوب نعم لا ال... مو هي هي شيخنا نعم رحمه الوالدين نعم نعم انا يا اول مره ضربت له امثله نعم كان يمنا تورك نعم كان أم... ايه كمل محمد سالمنا التاس ضربت له مثل قلت له هذا توش ذا تخليه على على الكهرباء عل... يطيق هو صح لو لا؟ قال يقول اي وسالم انا يعني ناخذ ونبدا بالحكي إيه بس نعم. هو النوب اخر شيء تعصب علي وقام يصيح قلت له يا بس تعال يا والله ما لا احاسي ولا انت ابوي وانت اولي امري وانا مش بكيفك بس انت هذا يعني يمكن هاي الكلمه لأنه هن... هو يكون سبع اشهر بالسنه ويصلي وقاض عمره يعني كله وتدين الى ابعد الحدود. اللهم يطول بعمرك. يعني هذا بس انا هم. الله يحاسبني اعتبر من العاقين يعني يعني هسه انت, انت انت هس انت هسه حاليا تحكي ويا والدك غير تروح له لو يعني ما اعرف له كلش بس انا عادي على اتصال نتحاشى وما عندي كل شوية بس هو شلون أه أه مثل ما تقول ادز على ولدي مثل ما قال سيت باليوم اربع مرات خمس مرات ست مرات بين يوم ونص لا هسه قللت يعني كله لا لا لا. يعني منا روح لأن ما ما يبغاني يحكي علي يجي يعني بالشغل بنظرة الشغل يحكي علي وانت تحاسبني وانت هيك وانت لا لا كون وضعيتك تبقى هي هي كنت تروح لاربع مرات روح لاربع مرات انت انسان حتى 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 عمل انا يعني اذا ما شغل اروح بس اذا عمل واحد انت بالنسبه إليك إيه. انسان خلوق وريد توصل فكره الى والدك جزاك الله خير الجزاء هسه إيه. والدك تفهمها ما تفهمها المهم انت وصلت هاي الفكره اليه بس مع ذلك يبقى والدك احنا انت تريد تريد من والدك يلتبه الى قضيه قد تكون خطا في تربيه حفيدته وانت ابنه تريد تقع في نفس الخطا شلون يصير؟ والله والله شيخنا يعني انا انا من الناس متحذر متحذر كلش من والدي ومن والدتي لان هم يعني كبار كلش بالعمر واحنا الشباب ما تربينا مثلهم مو مثلنا هم, مثل هم, هم يعني على كل شيء وقام يصيح ويزمخ وهاي ويخطط ويقتلهم كل مسامحه عقوبه اي ما يخالف هذا واجب هذا واجب هذا وتبقى لازم تبقى هيك شوف هذا زين إيه محمد اسمح لي انا انا بس ايه اي شو تعرف؟ الو ما ادري محمد يمكن قطع خطه بس الـ 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 إيه جيد. آه تسمعني جيد شوف محمد عيني انت مثل الزرع الان قاعد تزرع من تزرع طيب وع والد مع أب آه والدك هذا اللي كنا نعبر عنها بالتربيه السلوكيه اولادك اذا شافوك انت ايش قد ما يسوي بيك والدك هاي على فرض هو مثلا غلطان وحاشا ايش قد ما يسوي والدك انت تزيد محبه الى والدك ابنائك راح يشوفون هذا التصرف هاي يسمونها تربيه سلوكيه هسه احنا تونا سولفنا اكو سلوك للانسان من يسلك الابناء راح يسلكون نفسه بس انت الان مثلا انت الان كنت تروح لابوك اربع مرات صار بيناكم خلاف قمت تروح مره واحده اولادك شي يحسون يحسون هذا التصرف منك صحيح باكر من تكبر انت وهم يكبرون ترى هذا التصرف عندهم يصير طبيعي ليش نقول نقول التربيه مردودها للاب اكثر من مردودها للابن فانت اذا كنت تروح اربع مرات تحمل اتحمل ما يخالف تحمل اي نعم من من صارت هاي الحادثه اطفال كانوا ما يوصلون للوالد حتى من قلت عليهم... انا ما اوصل الكثرة قلت ادز عليهم او يعني ادز بيهم وياي عليه روح ادزكم خاف محتاج شيء روح ادزكم خاف تريد هو كل ما يرفض <بمبارس> جزاك هو يحكي علي جزاك هو يجون متاثرين اجلهم يا ترى يحكي عليك ايه؟ ايه؟ علي. ايه؟ يحكي علي. ابوي لهم هذا آه ابوي هذا آه شي يسوي ما اقدر ايه؟ اجازي ايه؟ هو اللي جابني للحياه يعني والله قل... هو قلهم قلهم لو ما هو انتم ما موجودين لان هو جابني للحياه وانا جبتكم للحياه <applause> المهم قضية هينة هذه سهلة أنت حاول ترجع علاقتك مثل قبل وأزيد مع والدك مو فقط للتحصيل الأجر هذا أجر أنت مأجور عليه ولكن حتى تنشئ أولاد يباشر يبروك في حياتك ويبروك بعد مماتك إحنا نحتاج هذول ترى الإنسان يحتاج ولد صالح هذا أنا أول تالي بالأخير حياتي راح تنتهي فكون اخلي بذره صالحه يذكروني بيها ولد يشوفون الناس يقولون الف رحمه على والدك على هاي التربيه هاي كلش نعمه فهذا اللي اقوله اللي اقوله انه الاب شوف الجد الجد دائما يكون شديد الحب لاولاد الاولاد شديد الحب اكثر من ولده اكثر من ولده يحب اولاد ولده اولاد بناته يحبهم فهو من اجا وجاب موبايل الهاي لبنيه هو شو يعتقد هو يعتقد انه دخل السرور الى قلبها ترى مو قاصد انه هو العياذ بالله قاصد انها مثلا تمشي بغير طريق لا ابدا بس هو قاصد ان يدخل السرور في قلبها هذا قصده انت شافنا هو صحيح بس تدري يعني اي ادري صح يعني انا ما موافق الوقت تكبش آه صدقنا يا محمد انا ما موافق على هاي القضيه انه بنيه بهيك عمر انا ما اوافق على انه بنيه بهيك عمر تستلم موبايل وتكون حره فيه هسه هو ما هو, في... هو احنا ما بدنا نقوله نقول ونقعد احنا شباب ونطلع انا من انا انا من انا هو أنا. يعني شيخ كبير رجال قاعد بالبيت وصايم ومصلي وما عنده طلعه هالشيء إيه لذلك اقول لذلك مجرد اذا يطلع لذلك اقول, أقول بس بس هو هو على قد حاجات اللي محتاجها هو الى شخصيا ويرجع هو لهذا انا اقول اقول انه الرجل لم ما قاصد شيء سيء، هو قاصد إدخال السرور على حفيدته. أنتم المفروض تقولوا ما يخالف هذا احنا بالعكس وجزاك الله خير وكذا وبوسة مننا وبوسة إيد مننا، أنا. لكن هذا الموبايل لا تخلونا دائما بإيدها، يعني مثلا في وقت ما وهي مو المشكلة، مو المشكلة ما خلى واحد ما يخالف. يعني هو هي قاعدة وأنا قاعد يقول لي هي أحسن منك. أمشي أطلع طرد من البيت. وهي تضغط على شغله وبعد لا تب ولا تعطي يا هي هي على هاي البنيه هي تقول لك وهي تسمع لو هو قال لك والدك قال لك امشي اطلع اي اي والدي قال لي اي اي والدي قال لي انت تطلع من البيت وهي تظل بالبيت اه. هاي احسن وستب. فرصه وبعد لا تدين ولا تعطي صدقني هاي هاي الكلمه مال والدك احسن فرصه لتربيه هاي البنيه من تشوف من تشوفك صدقني انت يا, يا اخي الانسان يكون شويه يهدى ويفكر هاي من تشوف والدك ايش قد قسى عليك ومع ذلك انت ثاني يوم اجيتها وبوستها وقلت لها يابا وانا غلطان واريد مسامحتك وهي تشوف بعينها اولا انت تكبر بعينها عمها وتكبر بعينها وثاني شيء تتعلم وثاني شيء تتعلم انه الاب مهما يكون مستحيل واحد يجازيه هاي الفرص صح. يا اخي شوف احنا من ساعه قلنا قلنا نكون نلتجئ للائمه والله ما ترك الائمه شيئا الا وقد قالوه حتى في التربيه صح. شوف ينقلون هاي الروايه اللطيفه عن عيسى عليه السلام وعلى نبينا الاف التحيه صحيح. والسلام يقولون عيسى واصحابه مروا على جيفه كلب اجلكم الله كلب ميت فطيسه اجلكم الله فأصحابه قالوا له ايش قالوا له ما انت نريحه يعني ريحته مو طيبه ريحته مو شيء هو ايش قال لهم قال لهم لا بل قولوا ما اجمل بياض اسنانه شيء اللي يوصل لنا فكره اللي يوصل لنا فكره انه في كل الاحداث حتى الاحداث السيئه حاولوا تستغلوها وتبينون الشيء اللطيف اللي بيها حاولوا تحولون هاي القضية، القضية السيئة، القضية نقول المؤذية إلى قضية نافعة ومفيدة. الآن أنت لو من راجع البيتكم شوية ماخذ قرارك وشوية مرتاح زين ومباو على أولادك ومبوسهم ومتوضي شوف الأئمة سلام الله عليه، ليش أقول؟ أقول إحنا كن نلجأ لهم دائماً. الأئمة سلام الله عليهم يقولون إذا الإنسان غضب فليتوضأ. ليش يقولوا لانه الغضب من الشيطان والوضوء من الرحمن يقولوا خلي يتوضا، من يتوضا يهدى تتوضا تهدى تصلي ركعتين تهديها لابوك مثل ما فعل مالك الاشتر بهذا الذي قد اعتدى عليه في السوق. <applause> تروح وترجع لوالدك بنفس الساعه وتبوسه وانا اعتذر وانا اخطات في حقك يا بي. يجوز شنو تعبان؟ قلت وقلت له انا اعتذر وهاي بس يعني ما يخالف هاي 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 يعني اي اي هاي حركتك هاي ذهابك الي انت صدق قد يكون بعدك ها لانه هو بعد كبرت وقمت تحلل الامور بس الاطفال لا ينظرون لها غير نظره شوف العلاقات اللطيفه اللي بين بين اعمامنا بين اقربائنا شوف العلاقات الرائعه اللي بينهم يبدون حتى حتى يتفاخرون بها باكر عقبه هاي البنيه من تقعد وحده من صديقاتها تقول لها تقول لها انا ابوي تعرف وجد لا انا عمي في يوم من الايام هيك والده سوى بي ومع ذلك اجا واعتذر منه وباس يصير تصير عباره عن مثال فخر الها يا اخوان مو كل شيء ينحل بالغضب ترى الانسان اذا غضب لا يتخذ قرار اي انسان اذا غضب لا يتخذ قرار لأنه يقينا يقينا هذا القرار الذي يتخذه لن يكون في صالحه أبدا طبعا عن تجربة هم ونبات إحنا هم بشر هم نغضب ونتخذ قرارات وبالأخير يعني نتندم عليها لكن إذا غضب خليه يرتاح يعوف الموضوع عوف يوم يومين يتوضى يرتاح يفكر يشغل نفسه بغير موقف بالأخير يتخذ هذا القرار عند ذلك سيصل إلى نتيجة حميدة صح قد تكون لا ترضي أنانيته هسه كل إنسان في داخل أنانية لا ترضي أنانيته ولكن بالنتيجة هو راح يحصل نتيجة مرضية إليه هذا المفروض الإنسان يسوي المفروض العاقل يسوي المفروض الإنسان السوي الذي يبحث عن دنياه وآخرته يفعل مثل هذا الفعل ما أدري أنا أرجع لأبو زهرة ما أدري محمد بعده ويانا وراح المهم أبو زهرة أعتقد وصلت الفكرة أنت اخذ مكان أختصرها إليك طبعا أبو زهرة من تل أنت خذ مكان اليوتيوب هم شيردون باليوتيوب شيء يفرحهم ويؤنسهم ويملي فراغهم أنت أفرحهم واملأ فراغهم بهيش حاله راح يستغنون عنك لان انت ملموس امام يديهم مهما مهما يكون العاطفه باتجاهك قويه راح ينسون اليوتيوب راح شنو يشلبون بيك وان شاء الله الله يهديهم بالاضافه الى دعاء نقول دائما استعينوا بالدعاء الدعاء للاولاد الدعاء لاصلاحهم لصلاحهم ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يستجيب من القلوب الطاهره يستجيب من الانسان المؤمن السوي ان شاء الله تعالى تنحل هذه القضيه. عندنا اتصال من ستار من ذي قار الو السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا ستار من ذي قار شيخنا الغالي السلام عليكم حبيبي وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما شاء الله حسن ان شاء الله. نسال الله الثبات على ولايه امير المؤمنين وحسن الخاتمه. الو الظاهر انقطع الاتصال من ستار. الان اعتقد ما ادري وصلنا الى ختام البرنامج. قضيه مهمه لابد الانسان ان يلتفت اليها. انه هناك تربيه تربيه قوليه وتربيه سلوكيه التربيه القوليه بالكلام التوجيه الصحيح الكلمه الطيبه الكلمه المؤنسه شد الولد الى الى ابيه الى امه يعني بعد بالكلام ولكن اشد واهم واخطر اساليب التربيه هي التربيه السلوكيه الإنسان لابد أن يلتفت إلى سلوكه أكثر مما يلتفت إلى قوله هواي عندنا أخطاء في المجتمع خصوصا العراقي خلنا نعبر عنه هواي عندنا أخطاء يعني من ضمن الأخطاء مثلا التفريق بين البنات والأولاد التفريق بالعلاقة يعني هو قاعد نشوف آباء كأنما هو في عصر الجاهلية وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ما أدري يعني كأنما احنا بعصر الجاهليه هواي عندنا عوائل الان عدة مثل ثلاث اربع خمس بنات وين ما يقعد حتى يمهن حتى يمهن جلوس عائلي ومن يفتح الموضوع وقال لهم يا ريت الله سبحانه وتعالى يرزق له بولد يحمل اسمي شنو فائده ولد يحمل اسمك بس ما يحمل الصفات الحميده بحيث يصير نقمه عنك وما شاء الله البنات اذا حملن اسمك وكانن سبب في الدعاء اليك وهذا اكثر نفع اكثر نفع من السلوك الخاطئ ايضا عند الاباء مثلا تعمد الكذب ولو بالمزاح ترى الطفل ما يميز بين مزاحه الطفل خصوصا اول سنة سنوات سبعه ما يميز انه هذا مزاح له هذا حقيقه ولكن يعلم بان الاب لم لم يتكلم بالصدق، لم يتكلم بالحقيقه ابسط انواع الكذب امام الطفل ترى ياثر على نفسيته. مثلا من الاساليب الخاطئه والحقيقه الخطره أن الاب يوعد ابناءه في شيء ولا يفي لهم. هسه مره الاب لا يفي لهم لوجود عذر ويقعد وياهم، يقعد ويا اولاده ويبين لهم انه انا مع الاسف يا اولادي انا اعتذر ما قدرت اوفي بهذا الوعد لانه صار عندي ظرف معين، يتفهمون الاولاد يعرفون. يعرفون الأولاد أنه أن الأب هناك ظرف يمنعه عن هذا تحقيق هذا الوعد على أي حال نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يهدي ويثبت ويصلح أبناءنا وأبناءكم وأن يجعلهم قرة عين لأوليائهم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم قبل أن يكون قرة أعين لآبائهم تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على ولاية أمير المؤمنين وحسن الخاتمة وأن نكون مؤمنين صلحاء أبرار في هذه الدنيا نعود بالخير والنفع على آبائنا وبالخير والنفع على مجتمعنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين لا تنسوني ووالدي من خالص دعائكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause> amma